أداء فرقة العبور إلى المستقبل المسرحية، تأليف وإعداد وإخراج الأستاذ مؤيد عسكر. كان يا مكان في قديم الزمان، كان يا مكان في حديث الزمان، كان يا مكان قد يحدث الآن وربما غدا أو بعده. صناعة الدكتاتور المجرم كان طفلا يبتسم في ملامح البراءة جمعاء، ولكن عرابين ومباركين وصانعين هيئوا جو الدكتاتور والحاضنة الخاصة لبنائه. أبو الفنون المسرح كان مغيب لمدة 6 سنوات اللي هي خلينا نقول عمر الثورة، ودخلنا بالسنة السابعة. كان لابد من إحيائه وانبعاثه، نرجع لأسطورة الطائر الفينيق، الانبعاث من جديد، انبعاث المسرح. المسرح احنا بنستخدمه كمسرح ثوري، والحمد لله يعني كانت كنا السباقين للموضوع على مستوى الجنوب المحرر. تذكرت؟ نعم تذكرت، لقد كنت أمشي في تلك المنطقة الأثرية واستكشف المكان، ولقد كان الغروب على ما أظن. الدكتاتور العرض المسرحي ألف ليلة وليلتان اللي قدمناه اليوم على خشبة مسرح المركز الثقافي في مدينة جاسم، فرقة العبور إلى المستقبل المسرحية، حاولنا إيصال رسالة الشعب، رسالة الشعب الذي يطمح إلى الحرية. ونحن وأنت فلنودع معا لعلة الظلام إلى الأبد.